بالنسبة للجداريات اللي تتشوفوا دابا خدامين فيهم، هما هي جاوا ثمرة ديال آخر المجهودات اللي قامت بهم الجمعية منذ بروز فيروس كورونا بالمغرب. وفي إطار الحملة الوطنية لمحاربة كورونا كان عدد الأنشطة اللي خدمت الجمعية، فكانت بدأت بحملة تحسيسية للساكنة وبعض المحلات البقالة في منطقة ديال مولاي رشيد. كذلك كانت عملية ديال تعقيم الأحياء وتعقيم الأزقة. ومن بعدها كانت بعض الحملات إنسانية، منها توزيع عدد من القفاف الدعم للأسر المعوزة اللي تأثرت اقتصاديا واجتماعيا في هذه الجائحة. وكانت اخر مجالات تدخل الجمعيه، وليس ما غتكونش هي الاخرى بطبيعه الحال، هو هاد الجداريات اللي شفتوا مؤخرا هنايا ورانا، فيهم تعبيرات الوطنيه ديال الساكنه ديال مولاي رشيد وديال حي السدري بالضبط، وساهمت في التعريف بمجالات تدخل عدد من الاخوان ديالنا واللي احنا سميناهم ابطال المغرب، فيهم الشرطه، فيهم قوه المساعده، فيهم الجسم الصحي اللي يعني نشد على ايديهم من هذا المنبر، وعرفانا لهم بمساهمتهم خدماتهم الجليله اللي قدموها للمغرب في هذه الجائحه. هم كانوا من الناس الاوائل في الصفوف الاولى اللي كانت تصدات الجائحه. جمعيه فرحه للتضامن الاجتماعي، وفي اطار العمل الجمعوي ديالها والعمل الاجتماعي ديالها والعمل الانساني، عرفت بهذا الاخوان، عرفت بالدور ديالهم، فهمتي؟ وزائد انه عرفانا وتقديرا لجلاله الملك محمد السادس نصر الله على على مساهمته الفعاله في هذا واهتمامه بالشعبيه العزيز. بناء على واحد المجموعه ديال الاعمال الاجتماعيه والانسانيه اللي قامت بها جمعيه فرحه، واللي كانت منذ نشأة هذه الجمعية اللي كتقوم بواحد المجموعة من الأعمال اللي هي في مصلحة البناء الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي، وفي من قبل رمضان وقبل الجائحة أن الجمعية كانت كتقوم بواحد الأعمال الاجتماعية اللي هي كانت تترجع بالفضل ديالها على الساكنة وعلى ساكنة مجموعة مولاي رشيد ككل وحي صدري بالخاص. ضمن الأعمال اللي قامت بها الجمعية أن كانت واحد المساعدات إنسانية اللي شملت مجموعة من الناس، وكذلك واحد عملية الإفطار اللي قامت بها الجمعية لصالح إخواننا الأفارقة كذلك، وكانت الفكرة ختاما وليس أخيرا لقيام بواحد صباغة الممرات داخل الحي الصدري. والفكرة ديال الجداريات أنها فكرة تتمن وتوثق الأعمال اللي قامت بها هاد المجموعة ديال الرسوم اللي هي كتمثل صاحب جلالة نصره الله وأمير سيدي مولاي الحسن، وكذلك مجموعة من الإخوان اللي كان لهم فضل كبير اللي تحملوا مسؤوليته وتحملوا العبء ديالو لمجموعه من الشرطه ورجال السلطه عامه، فيها الاطباء والممرضون وكذلك رجال اصحاب النظافه اللي كيرجع لهم الفضل اللي حملوا الهم ديال هذه الجائحه اللي شملت بلادنا، ولله الحمد اننا استطعنا اننا نتقوى عليها بفضل هذه المجموعه ديال الناس اللي تكفلت الجهود ديالهم.